وهنكمل طريقه المناقيش. اهم حاجه هنرش دقيق على العجينه عشان ما تلزقش. هنعمل كور صغيره عشان هنعملها مقاسات. خلونا في الصغير الاول. نبتدي نفردها. هنعمل المناقيش بتاعتنا بالزعتر. هنحطهم بقى في الفرن. وخلصت المناقيش بتاعتنا. فاضل حاجة بسيطة قوي. نحط عليها لبنة. والخيار. لو عايزين طبعا. أنا بحب أكلها كده. وبالهنا والشفا. وأهم حاجة تاكلوا الأكلة الحلوة دي مع حد بتحبوه. يلا أشوفكوا تاني. ابعتولي في الإنبوكس المرة الجاية نفسكوا تاكلوا إيه. باي. نجوم رمضان معاك على واتشت. اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.